Cố với anh nhé, nhiều lắm. Nhớ có sợ chạy máy không? Hả? Không, chạy máy đi em. Rung rộng
Ừ, bye bye em nha. Tuần sau đi tiếp nha bé. Nghe không? Tối nay em nhắn tin cho nó hỏi có loại bao tay khác không? Lỗi. Để bao cái hộp đầu tiên phải không? Đúng rồi. Đổi liền, không thể nặng được cái bàn tay này.
Thank you.
bên đấy không nhiều và bên kia. Mấy cái mũi kia là còn bên đây nhiều hơn bên kia ít. Mũi này ngược lại. Đủ tê chưa anh? Đủ rồi thì kêu chị Nam xuống máy đi. Rồi chạp cho mày chỉnh sao chứ. Chị không chi đâu chị, xíu nữa mình chỉnh cho mày lại chứ trừ mình chưa làm đâu chị mới vẽ đâu. Chị đừng có động vô để giữ dáng mới chạp chỉnh lại là được.
nghiêng cho con. Thôi mình ngồi đây. Đây. Không có quay là anh chấm máy thôi là được rồi. Anh chấm tóm anh chấm chi đi. Quay như bờ nó tán đầy cái sắt. Cũng ghê vậy rồi chị Quyền bị ghê mình con đi làm vậy phát cũng ghê đào mất cái nhớ dễ sợ. Cố gắng cho cục nhớ hơi cứng xíu. Chị Nguyên lúc đó bà không nghĩ tới mình ta. Chắc bà biết mình không đi làm vợ á. Nhưng mà nếu như mình đi thôi. Ừ đúng rồi. Chịu được không con? Chịu được không để bên kia cô Tây lao thêm xíu nữa. Bên kia cô Tây lao thêm xíu nữa thì. Ừ. Cái này mà đi hát lớn rồi á, mà anh sẽ thích làm đẹp á. Tôi chỉ khó thôi. Bởi cái nhà mà có cái hàng rào phía trước nó giống đỡ ghê lắm.
Không được rồi xong này. Nó nhã rồi. Đang vàng hơn đó hiện.
cần xe qua không? Ký nhà nắng đau rồi ta. Hiền bật lại cho chị soi cái đèn trung đi Hiền. Đèn các bác nhìn nó rõ lắm. Không vòng vòng, không bụi. Thế để lại đèn nó rồi. Thôi lỡ rồi thôi. Bật lại bình thường mà. Đấy, bật lại đang vòng đi Hiền. Cua thôi Hiền. Chơi không nghe điện thoại gì nữa. Dạ, chơi có một giai nữa thôi. Rồi rồi. Dạ rồi. Dạ rồi. Chùm nho mà nho móng tay nữa. Mụn chú màu đỏ lắm. Đỏ thiệt đó chú. Chú có biết mụn hết chú. Bọn nạn lại là con thấy cái rụ ra mụn nhiều ghê. Bọn dễ nạn lắm. Dạ đúng rồi. Giờ chú đang dễ nạn. Chú chỉ cần chịu khó là con làm. Ôi, chú đau có ai rồi. Bọn tê ngay cái nó thì mới đau. Chú còn dạ. đau thấu trời luôn. Ừ, mà mình phải chịu để cho bất đỡ chứ. Dạ.
من قناة أكل ماما هنقدم لكم النهاردة طريقة تخليل الزيتون الأخضر. بص يا جماعة، أنا هجيب لكم أسهل طريقة والطريقة التقليدية العادية خالص اللي كانت بتتعمل في الأول. لا هنجيب بقى مكنة نطلع منها النوى ونحط بدلها جزر، ولا هنعمل أي حاجة غير المألوفة أو الطبيعي. أولا المقادير، هنجيب كيلو زيتون اخضر وكيلو ليمون، الكيلو عليه كيلو وبس، وملح حوالي بتاع نص كوبايه او كوبايه الا ربع، وقرنين فلفل حالي، وهنستخدم بطرمانين اللي هما التقليديين العاديين ان احنا بنعيد استخدام البطرمانات اللي عندك اللي هما بتوع الكيلو بتوع المربى. بصوا يا جماعة، ده يعتبر زيتون تفاحي. يعني ايه زيتون تفاحي؟ يعني بتلاقيه مدور زي ما انت شايفة كده وشبه التفاح. ده طريقة تخليله الزمن بتاعها قليل، حوالي بتاع شهر. اما الزيتون الاخضر التاني اللي بيبقى طويل شوية كده ومبطط من هنا، ما بيبقاش مدور كده، ده اسمه الزيتون العزيزي. والزيتون العزيزي طريقة تخليله بتاخد وقت، وكمان بيتخزن معاكي وقت كبير، احيانا ممكن يوصل لسنة، يعني يجي عليه الزيتون الجديد وهو لسه محتفظ بيه. اما الزيتون التفاحي ده فهو ما بيستحملش، يعني ما بكبيره قوي حوالي 6 شهور. وانا بكلمكم هن ايه هوريكم بنعمل ايه. بصوا، وهنبتدي بقى نقسمه كده من جهة واحدة، وخلص البرطمانين وهوريكم بعد كده هنعمل ايه. في حاجة عايزة اقولها لك، الزيتون زي ما انت شايفة كده يكون لونه اخضر، لكن لو لقيتي فيه الحتة الحمراء دي او دي ما تفرحيش بيها، تقولي الله ده شكلها حلو جدا زيتونة وفيها حتة حمراء او بدنجاني كده، لا، ده بيبوظ الزيتون. فحاولي بقدر الامكان تنقيه على قد ما تقدري اخضر بس. كده خلصنا البطرمانين. بس يا جماعة اتفضل حبة يجوا مقدار بطرمان صلصة صغنن، يعني انا بس حابة اقول لكم المقدار بالظبط علشان كل واحدة اللي ما عندهاش بطرمانات كبيرة هتعرف تعمل ايه. خلصنا، هنبتدي بقى نعصر الليمون. بصوا يا جماعة، عصر الليمون مش بالعصارة ولا بأي حاجة، انا عايزاه بايدك انتي. ليه بقى؟ علشان الفصوص بتاعت الليمون انا محتاجاها، لان هو ده اللي بيخلل. وخلي بالك احنا مش هنستخدم خل، لو استخدمتي خل يبقى كده الزيتون بتاعك هيتهري ومش هيكمل معاكي شهر. لكن الليمون هو احسن حاجة بيحفظ وبيخلل الزيتون. في ناس بقى عشان يستفيدوا اكبر قدر ممكن بيضربوا الليمون كله في الخلاط حتى بالقشر، بس البنزهير بتاعه بيبقى عالي قوي، فهو بيبقى طعمه حلو وجميل ومزز، بس يا جماعة بيبقى عالي قوي. فانا كده بعصره من هنا وبروح واخدة كده الفصوص دي كده. خلصنا العصر بتاع كيلو الليمون، وزي ما انتوا شايفين هو ده اللي طالع من كيلو الليمون. على فكرة هو طالع بالبذر بتاعه، حذاري تصفيه، لانك انت لو صفيتيه يبقى كأننا ما عملناش حاجة والتعب بتاعنا كله راح اوانطة، لان هيتصفى الفصوص بتاعة الليمون الجميلة اللي احنا كنا عايزينها، فما تصفيهوش، فسيبيه وهو يتحط معاه يتخلل عادي مفيش مشكلة. في نقطة انا ما نسيت اقولها لكم يا جماعة، قبل ما تحطي السكينة في اي ثمرة سواء زيتون او ليمون او اي خضار لازم يكون مغسول تماما. كده خلصنا الكيلو الليمون، هنحط عليه نص كوباية ملح وعليها نص كوباية مية، وهنقلبهم مع بعض لغاية لما يدوبوا خالص. بعد ما
قلبنا عصير الليمون مع الملح والمية، هنبتدي بقى نقطع الفلفل اللي احنا قلنا عليه من الاول. هنقطعه حلقات صغننة خالص عشان ايه، احنا بس هنحطه بص على الوش. على فكرة يا جماعة في ناس بتحط معاه فلفل كامل، مع احترامي ليهم هو حلو جدا، بس الفلفل سواه غير سوى الزيتون. الزيتون بيخلص بسرعة ببطء، لكن الفلفل بيخلص بسرعة، فهتضطري اسفة انك تفتحي عليه، وانا مش عايزاكي تفتحي عليه خالص قبل على الاقل 21 يوم او خم او عشر او شهر، على اساس ان المرارة تروح. في ناس بتنقعه قبل العمايل عشان المرارة تروح، بس في الحالة دي يعني ما بيبقاش طعمه حلو قوي. نحط الخلطة بتاعتنا دي في قلب البرطمانات ونخلصها. في زي ما انتوا شايفين شوية ملح بسيطة، حوالي معلقة كده، ما تدوبتش، فهنضطر نحط عليها نص كوباية مية كمان. والبطرمانات محتاجة، يعني ايه البطرمانات لسه محتاجة شوية مية مع الليمون. نكمل بيها البرطمان دوت والبرطمان ده، اما الصغنون فهو مش محتاج قوي لانه هو خد كفايته. وغطينا بقشر الليمون اللي احنا عصرناه الوش بتاع الزيتون وزقيناه كده اهو، وعشان نتاكد ان هو دخل جوه العصير بتاع الليمون. وهنبتدي بقى نحط زيت على الوش عشان نضمن ان الزيتون ما يوصلوش اي نوع من الهواء، عشان لو وصله هواء او فتحت عليه بدري بيبوظ وبيعفن. فانا بقول لكم اهو لازم الاول تتاكدي بعد شهر عشان حتى كمان المراره بتاعته تروح، وكمان عشان نضمن حفظه تماما من الهواء انه ما يوصلوش عشان ما يبوظ، بتحطي بقى بعد الزيت والقشر الليمون والفلفل كل ده بتروحي حاطه الايه القطع من البلاستيك كده، وتروحي مغطياها وقافلاه البرطمان. وده بقى يقعد معاكي يعني 4 شهور 5 شهور، وكده انتهينا من تخليل الزيتون بتاعنا الحلو الجميل. على فكرة يا جماعة اوانه دلوقتي في شهر 9، الحقوا اوان واعملوه، وما تنسونيش في الشير وفي اللايك. وكل سنة وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.